United States and the President of the Federative Republic of Brazil, accompanied by the Director General of the International Labor Organization. مسلسل زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن ومواقفه المحرجة لا تنتهي ولا تتوقف. هذه الهفوات والزلات يقتنصها رواد السوشيال ميديا دائما ما ينسى بايدن الأسماء، يتحدث عن دول بأسماء دول أخرى، يسقط عن المسرح وأحيانا أخرى يصافح الهوى. هذه المرة كانت الضحية البرازيل وعلمها ورئيسها لولا دي سيلفا، عندما اصطدم بايدن بالعلم البرازيلي أثناء توجهه لعقد مؤتمر صحفي مع الرئيس البرازيلي. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبعد انتهاء المؤتمر وضع بايدن الرئيس البرازيلي في موقف لا يحسد عليه، عندما نسي أن يصافح دي سيلفا وغادر من دون اتباع البروتوكول، مما تسبب في إحراج الرئيس البرازيلي بشكل كبير.